بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصفتنا اليوم من الأكلات البلدية المحبوبة جدا عندنا احنا السودانيين، أكل لذيذ جدا. أنا بحبه، أولادي بحبه شديد، وزوجي بحبه. أصلا اليوم كان هو طالبه، فحبيت أشارككم عاداتنا وتقاليدنا السودانية، أكلاتنا اللذيذة اللي هو البامية. البامية من الأكلات المحبوبة جدا عندنا، بنعمله بكذا طريقة، يعني مطبوخ وكمان بيتعمل مفروك. اليوم عاملة لكم مفروك، احتجت لي بامية وشبت اللي هو الشمار الأخضر وبصل ولحم. اللحم دايما لما أكون عندي لحم كتير، مرات بشيل اللحم وبخلي العظم، لأنه العظم في الشوربة كويس، يعني بيطلع مرقة كويسة. بشيل اللحم بعمل به مثلا أي شيء الصاج أو حاجة، وبعدين بشيل العظم. هنا جبت الجهاز اللي هو الحل الضغط الكهربائي الجديد ده، عملت به شوربة لأنه هو مريح وكمان سريع. أول حاجة جبت زي معلقة زيت، قلبت فيه البصل واللحم، بس مسافة ما هو يعني اتقلب كده طفيته بموية. وأهم شي في الشوربة بتاعتها يعني أي شيء مفروك، باخد شوية من الشمارة اللي هو الشمارة العادي، وبس خليته في شغلت. لما تدوسي على الشوربة بديك هي 25 دقيقة، إذا أنت عاوزة تقللي أكتر من 25 دقيقة برضو بيزبط معاك الشوربة. خليته على 25 دقيقة. هنا جيت عجنت العجين اللي هو عجين هو نفس عجين القراصة، بس يكون على أخف شوية. دقيق رقم 3، عليه نص معلقة من الخميرة ونص معلقة من الباكنج بودر وملح. بعدها بعجنه، العجين قوامه بيكون ما تقيل وما خفيف، يعني بيكون قوامه وسط. بس بعجنه بخليه زي 15 دقيقة عشان يرتاح، يعني العجن ترتاح شوية. والخميرة بخلي بعدين معاك الفطير طري، والباكنج بودر بحمره لك سريع، يعني بديه تحميرة. هنا خلاص الشوربة كان خلاص طلع، خطيت عليه مرقة بس من الماجي وشوية ملح وفلفل أسود، وخلاص خطيت عليه البامية. البامية عشان بعدين لونه ما يكون يعني وسخان وكده، لازم تطلعي يعني أول ما يفور تطلعي الوسخ اللي بيطلع من الرغوة اللي بيطلع من الشوربة، لازم تشيليه كل مرة. بعد ده أديت بس زنة، يعني زن كده في الخلاط، وخلاص جيت نزلت عليه بالشمار الأخضر، طبعا بديه نكهة حلوة شديد. ونزلت باللحم لأنه اللحم بطلعه من الشوربة لما أخلط البامية. بعد ده خلاص خطيت عليه توم، لازم طبعا توم، وكمان شوية باقي الشمار. ده كان شكل البامية، كان حلو شديد. الفطير بديت أعوز فيه، احنا السودانيين وخاصة الناس الشمالية بنحب الفطير جدا. في ناس بياكلوا بالكسرة، في ناس بيعملوها بقرارس مخمرة، لكن احلى شيء طبعا بالكسرة، بس احنا بنحبه بالفطير اكتر. يعني انا ما عندي مشكلة اكله بالكسرة، بس يعني عشان ناس البيت بيحبوا الفطير فعملته بالفطير. الوصفة بتاعت العجنة زي ما وريتكم، الدقيق اللي هتستخدميه دقيق رقم 3 اللي هو دقيق القمح الكامل. بعد ده خلاص يعني الباكين بودر بديه اللون الظريف ده، اللون الاحمر. خلصت الفطير وكانت اكلة لذيذة. وبعد ده طبعا اهم ما في الاكلة دي الشطة والبصل الابيض، يعني احنا بناكله بالشطة وبالبصل الابيض اهم من المفروك ذات البامية. يعني بعد ده خلصت الفطير، الشطة باخد عليه ليمون وكمان ملح وكمان حبة بس من التوم مع الفول السوداني اللي هو احنا بنقول عليه دكوة، بنديه زنة مع الليمون شوية موية وخلاص. بعد هجهز لكم وريتكم شكل الفطير كان كيف. بعد هجهز الشطة زي ما وريتكم، ليمون ورشة ملح وحبة بس من التوم او حبتين اذا عاوزة تزيدي ما مشكلة، بديه نكهة حلوة التوم. وفول سوداني اللي هو الدكوة، معلقة كبيرة او معلقتين صغار، وزنة. خلاص بيطلع مع يعني نكهته بتكون حلوة شديد مع التوم والشطة ذات، يعني بس ده كان شكل الشطة. وخلاص خلصنا الوجبة، كانت أكلة لذيذة. وبس أنا حبيت أشارككم لأنه أي سودانية أو سوداني بيعملها بالطريقة دي، لأنها طريقة سهلة جدا، وفي ناس بيعملوا بالسلق، بس أنا عملت لكم بالطريقة المختصرة دي. ده كان شكل الفطير وده كان شكل البامية، وإن شاء الله يعني تجربوها، أو مثلا لو عندكم طرق تانية ممكن تكتبوها لنا في الكومنتات. وخلاص دي الوصفة، إن شاء الله تعجبكم. أكون طولت عليكم، مع السلامة.